حقيقة احنا جهزنا لطلبة المادة المحكمة التقرير الطبي، وعدنا بعض الأشياء يعني القانونية اللي رح نعرضها على المحكمة، ما رد نقولها قبل أن نعرضها على المحكمة، أدلة قانونية جيدة يعني حول الخروقات اللي صارت بالجلسة الأولى اللي رح نثبت عدم دستوريتها للمحكمة من خلال أقوال الرئيس السن خالد دراجي اللي ظهر بها على بعض القنوات وصرح بها، ومن خلال أدلة أخرى، ومن خلال لائحة الدفاع اللي قدموها وكلاء المدعى اللي أضافه لوظيفته، الكثير من الأمور القانونية اللي تأيد صحة الدعاء راح نقدمها للمحكمة 25 إن شاء الله.